للبناء المشترك لإنجاز توجهات السياسة العامة حول التعمير والإسكان ببلادنا وتدارس أهم مستجدات المقاربة الجديدة المعتمدة لهما وتلبية متطلبات التنمية الترابية في جميع أبعادها، حيث أن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان يدخل في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من سكن لائق ومستدام وذي جودة، وكذا إلى تشجيع الاستثمار المنتج. كما تعد هذه الندوة ومن خلال الورشات الموضوعات التي سنتطرق إليها فرصة سانحة للتفكير الجماعي والخروج بمقترحات وتوصيات عملية حول الآفاق المستقبلية للمجالات والمسارات التنموية للتعمير والإسكان. جهة الداخلة وادي الذهب، وهذا الملتقى بالنسبة لنا هام جدا لاعتبار أنه السكن يعني يشكل في الحقيقة معضلة أساسية في الجهة، ورغم يعني البرامج اللي تم القيام بها من يعني برنامج السكن الاجتماعي اللي قدمت الجهة اللي فيه 1500 سكن واللي الآن يعني يعرف مستوى إنجاز عالي جدا، ولكن كما تعلمون السكن عجز السكن عندنا في الداخلة يفوت حوالي 3000 سكن في العام، وهذا نتيجة لأنه الداخلة أصبحت وجهة الآن للمستثمرين ونتيجة يعني النمو الديمغرافي الكبير اللي تعرفوا الجهة ونتيجة لأهميتها
الاقتصادية اللي ما يجهلها حد، هذا يستوجب بأن هذه المشاورات تأخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات، لأن المشاورات كاينة جهوية وتخرج باستراتيجية اللي يكون أساسها هو توفير السكن اللائق للمواطنين. ولهذا أنا نوجه نداء لكل المستثمرين في هذا الميدان، وخصوصا في السكن الاجتماعي والاقتصادي، بأنهم يتوجهوا لجهة الداخل وادي الذهب باش يعني يدخلوا هذا الـ هذا الـ هذا المضمار. وأكيد بأنه هذه المشاورات اللي تعطي إن شاء الله تعطي نتاج، لأنها مشاركة فيها كل الفعاليات، ولأنها اللي تعود فرصة باش نمرقوا تصور واحد نحو حل هذه المعضلة اللي هي معضلة السكن والتعمير. مولاي محمد همو، مدير الوكالة الحضرية للدخل والذهب، احنا اليوم في بصدد الورشة الجهوية لجهة الدخل والذهب حول الحوار الوطني حول التعمير والإسكان. للإشارة في هذا اليوم راه كاين ورشات على مستوى 12 جهة ديال المملكة. هذا الحوار هذا يعقد ويتم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياه. الانطلاقة الرسمية ديال هذا الحوار تعطات على المستوى المركزي من طرف السيدة وزيرة إعادة التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة يوم الجمعة 16 تنبير 2022، بحضور السيد رئيس الحكومة، بحضور كذلك السيدة والسادة أعضاء الحكومة والممثلين ديال المؤسسات العمومية والهيئات المهنية. الهدف من هذا الحوار اليوم، بلادنا كتعرف واحد المجموعه ديال تحولات عميقه. اليوم كاين نموذج نموي جديد كيدعي انه العمل على خلق اطار ديال العيش افضل. اليوم كاينه مشاريع مهيكله لابد من مواكبتها. اليوم كذلك كاينه انخراط ديال المغرب في واحد الاجندات الدوليه اللي كتلزمو انه يقوم بواحد المجموعه ديال الاشياء. كل هذا الشيء كيجعل على انه اليوم المنظومه ديال التعمير وديال التخطيط وديال الحكامه ديال القطاع ككل، والمنتوج يعني الطريقه والانماط اللي كنتجو بها السكن ديالنا، وصلت لواحد يعني واحد حقيقه حققات هي حققات مكتسبات مهمه جدا. التخطيط ديالنا كيرجع ل 1914، ولكن منذ ذلك الحين الى الان كانت في مجموعه ديال التحولات ومجموعه ديال التغييرات من اجل انه يواكب الرهانات ديالو كل مرحله مرحله. اليوم هذا الحوار ما تيعنيش اننا يعني كننكروا الماضي، علما ان ما تم تحقيقه في المدن ديالنا هو شيء ايجابي جدا، ولكن كما سبق وقلت انه الطموح ديال المغاربه اليوم ان شاء الله في اطار عيش جيد وفي اطار لائق وذو جوده وكيحترم الكرامات المواطنين ديال المغاربه وتيمشي للطموح ديال المغاربه، كيجعل على انه كاين هذا الحوار. هذا الحوار سيتم عبر واحد المجموعه ديال الورشات، ورشه كتهضر على الحكمه والتخطيط، ورشة ديال العالم القروي. ما نعرفوش ان العالم القروي، ما نساوش ان العالم القروي اليوم راه يشكل واحد المكون مهم للاقتصاد الوطني، ولا بد يعني من التفكير في كيفيه جعل يعني وبلوره استراتيجيه متكامله شامله لجعل العالم القروي يكون رافد من روافد ديال التنميه. وكذلك غادي يكون ورشتين، واحده كتعلق بالاطار المبني. كنعرفوا كلنا الاطار المبني الاهميه ديالو من حيث يعني الجاذبيه ديال المدن، ومن حيث توفير الشروط الضروريه للعيش الكريم للمواطنين، وكذلك كنهضروا على العرض السكني. اذا هذه كلها ورشات ستمكن المشاركين فيها من الادلاء بملاحظتهم. هذا حوار مفتوح وغادي يكون مفتوح من خلال الورشات، وكذلك من خلال المنصه يعني التي تم احدودها من هذا الشان. خلاصة القول، هذا ورش ديال المغاربة كاملين، والمغاربة كلهم خصهم ينخرطوا فيه، وحنا كلنا غادي نجتهدوا باش ان شاء الله نوصلوا اننا نحققوا هذاك السياسة العمومية ديال هذا القطاع اللي كتماشى مع المغرب ديال النموذج النموي الجديد. السادة رؤساء الجماعات الترابية بإقليم أذن باسمه وصفته، السادة ممثلي وسائل الإعلام، الحضور الكريم كل بصفته واسمه، نرحب بكم في هذا اللقاء المهم، دون ان ننسى السيدين الكاتبين العالمين المحترمين بالجهه، فلكم منا الشكر الجزيل. نتشرف بإلقاء هذه الكلمه امامكم، وهذه الكلمه هي التي القاها السيده وزيره اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسه المدينه بالمجلس الحكومي، بحضور السيد رئيس مجلس الحكومة ومجموعة من الوزراء المعنيين بالقطاع، وهي كذلك تحت الرعاية الملكية السامية.
التي ما بدأ جلالته نصره الله يوليها لقطاع الإسكان وسياسة المدينة والتعمير والتنمية الحضرية لما لهذه القطاعات من أثر على التنمية بكل تمثلاتها على الصعيد الجهوي وعلى الصعيد الوطني. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.